قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. لا لا هكا باش الناس اللي مهتمة تكمل اللايف تكمل، باش مهتمة ما يكملوش تغادر. السؤال هو ببساطة، هل المنتخب الوطني عنده حظوظ في إعادة المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من وجهة نظري الإعلامية كمتتبع لهذا الملف الشائك والكبير في الحقيقة، طالما لم يتم الفصل من طرف الفيفا اللي قالت في 21 من الشهر الجاري سيتم الفصل في القضية، ربما القضية شاملة يعني بمسرد المباراة حتى بما فيها ما ضار في المباراة من رمي للكراسي والأمور التنظيمية والفنية وكل شيء، طالما لم يصدر قرار نهائي أقول بأن هناك أمل ولو الأمل صغير من وجهة نظري، ولكن طالما هناك أمل سوف نبقى نتعلق بهذا الأمل إلى آخر لحظة. هذه قناعتي وهذا رأيي في هذا الموضوع. طيب مدام في أمل راح بعدين نحاول أن نحكو كيفاش احنا ممكن نعزو هذا الأمل وكيفاش احنا ممكن أنه نتكاتفوا مع بعض أنه هذا الأمل اللي يكون صغير يكبر يكبر يكبر، عوض ما أنه يكون صغير ونزيدوا نحطموه ونكسروه ويولي ما كاش دعم. دونك خلينا ندخلوا في صلب الموضوع مجيد، خلينا ندخلوا في صلب الموضوع الآن، نروحوا للمقابلة. المقابلة هذه يعني العالم بأسوه شافها وشاف الأشياء اللي صارت فيها. أنا حاب نعرف من وجهة نظرك كإعلامي رأيك في أداء الحكم بكاري قصابة. الحكم باكاري جاساما واحد في الحقيقة من أفضل الحكام في القارة الإفريقية، هذا أمر متفق عليه والكل يشهد بذلك، ولكنه حكم العدد الكبير من الأندية في إفريقيا تشتكي من هذا الحكم. آخر يعني الشكوى الكبيرة اللي صارت في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون وأنا كنت حاضر هناك، وأعوذ بالله من كلمة أنا، من طرف المنتخب المصري في الدور نصف النهائي أمام الكاميرون، كان المنتخب المصري عمل كل ما بوسعه من أجل إبعاد هذا الحكم عن المباراة. الكاف رفض في النهاية وتم تثبيت الحكم وأدار المباراة ومصر تأهلت إلى النهائي بفضل ركلات الترجيح. عموما هذا الحكم يعني معروف عليه بأنه أحيانا يحكم بطريقة بخبث تحكيمي كما يقال عليه، فبالتالي يعني لو يريد يخرج المباراة إلى بر الأمان بطريقة نظيفة بإمكانه ذلك، ولكن في بعض الأحيان يعني يستعمل أشياء دائما تثير الخوف والريبة، وهذا ما جعل عدة منتخبات ليس فقط مصر اللي كانت دائما تطالب بإبعاد هذا الحكم بتحكيم مبارياتها. وبالتالي المنتخب هذا الحكم في مباراة المنتخب الجزائري أمام الكاميرون في ملعب تشاكر، أنا من وجهة نظري هذا الحكم أفسد كرة القدم وكان فضيحة على العلن للجميع، لأنه سنتحدث في هذا الأمر، لأنه رفض الذهاب إلى الفار وبالتالي فوت على نفسه وظلم المنتخب الجزائري من عدة أشياء كانت تكون منعرج للمباراة، وأيضا احتسب حكم بشهادة هدف بشهادة الجميع أنه غير صحيح، وعدم ذهابه للفار أو ما دار في هذا السر الكبير، وهذه نقطة ليركز عليها الاتحاد الجزائري المفروض، وهنا هو كلمة السر في ما دار في الفار بين حكام الفار والحكم قسامة. من وجهة نظري هنا هذا الحديث ماذا تم بينهما هما هنا يعني مربط الفرس. عموما أقول بأن الحكم لم يكن في المستوى في هذه المباراة وكان متحيز جدا، هل ذلك بإعاز من أطراف معينة، بقرار منه، بتأثيرات أخرى،
لسنا ندري. هذا ما ستكشف عليه ربما يعني الفيفا في الملف الموجود أمامها في 21 من الشهر الجاي. أوكي، شكرا جزيلا على الرد. هذا الرد المبدئي اللي يخلي الناس تعرف انه احنا رانا متوازنين في الطرح، ما نش نتهجموا على اي شخص بشكل مجاني، وانما هو بناء على معطيات وحقائق. وانا نذكر انه عملت لايف في وقت سابق وصدت كامل مسار هذا الحكم، واكتشفت يعني وربما لاحظت موضوع مجيد، اخونا مجيد، لاحظت موضوع انه هذا الحكم كل ما يحكم مباريات يكون فيها نادي عربي ولا منتخب عربي لازم تصير مشكلة، لازم في كل، حتى لو يكونوا عرب بينهم وبين بعض، يعني حتى لو يكون نادي مثلا رجاء مع الترجي ولا الاهلي ولا، دائما تكون مشكلة. فهذا فقط للتذكير. نروح للموضوع اللي حكيت عليه قبل شويه اللي هو موضوع الطعن اللي موجودته الفاف. احنا ما عندناش تفاصيل، يعني حسب معلوماتي ما كان حتى شيء يخرج للاعلام، وانت ممكن تاكد ان هذا الموضوع ولا تنفيه، يعني وضح لنا طبيعه الملف اللي تقدمت به الفار. وانا ما نشوفش انه فيه يعني شيء يعني يمنع انه ناخذ ولو فكره ولو بسيطه على هذا الموضوع. الطعن مبني على انه الحاكم متحيز وعلى الحاكم افسد المباراه، وانه الفار قادر يثبت هذا التحيز. كاين ناس يقولوا انه الفار راح يتسبب فقط في معاقبه الحاكم. أنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال حبيت نعرف، يعني أنت كإعلامي متخصص في المجال الرياضي وتابعت هذا الـ يعني التوجه نحو أنه يكون فيه استخدام للكاميرات لمراقبة المباراة، يعني يتخلوا عن العامل الإنساني فقط كمحدد في أداء الحكم ويتوجهوا إلى مساعدة من الآلة اللي هي ربما أكثر دقة وأقل تحيز من احكي لنا على تاريخ الفار هذا، كيفاش وعلاش داروه وش هي إمكانات تاعو. ممتاز جدا أخي يوسف، لابد أن نتحدث عن الفار، لأنه الفار حتى نربط فقط بما تفضلت به، هو جاء من أجل القضاء على الأخطاء التقديرية. عادة كان سابقا كان حكام يرتكبون فضائح كبيرة، وسنسرد بعد لحظات يعني أبرز الفضائح اللي تمت على مستوى المنتخبات، وكان بسبب التحكيم وبسبب أخطاء تقديرية، هكذا كان يبرر أن الخطأ حكم تقديري أو قرار تقديري، شاف الحكم بأن ليست هناك ركلة جزاء أو أن الهدف صحيح برغم أنه بلمسة يد مثلا، ويتم طي الملف ويظلم فريق ويتأهل فريق آخر دون أن يستحق ذلك، وحدث ذلك مع المنتخب الفرنسي مثلا في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010. سنتحدث عن هدف ويليام غالاس أتم الكرة تيري أونري باليد وأقصيت أيرلندا، وخاصة هذه الحادثة. أخويا مجيد اسمح لي قطعتك، هذه الحادثة لازم توضح لنا، لأنه بزاف ناس يستشهدوا بها، قال لك ما حيصار والو والدليل كذا، والناس هذه اللي تستشهد ويتوج هذا الكلام ما تعرفش أنه في هذاك الوقت تقريبا حسب معلوماتي ما كانش كاين الفار. فممكن توضح لنا هذا الموضوع لو سمحت. نعم، الفار شوف بدا في التفكير فيه من 2010، من الصدف في مباراة ألمانيا وإنجلترا في بلومفونتين، إن كانت تسمية صحيحة، في جنوب إفريقيا. أنا كنت حاضر في المباراة هذه اللي انتهت بأربعة واحد للمنتخب الألماني على حساب إنجلترا. كان فرانك لامبارد سجل هدف صحيح 1000%، الكرة تجاوزت خط المرمى بأكثر من نصف متر. كان حاضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنذاك بلاتر، جوزيف بلاتر، والهدف لم يحتسب، قال الكرة لم تتعدى، الحكم قال الكرة لم تتعدى خط المرمى، والجميع في الملعب كان يصفر بأن الكرة تجاوزت خط المرمى بأكثر من نصف متر، وبالتالي الهدف ألغي. وبعد ذلك كانت قدمت إنجلترا بهدف فرانك لامبار الذي ألغي، بعد ذلك ألمانيا عادت وفازت 4-1. حينها صرح بلاتر تصريح قوي جدا، قال
الآن لابد أن تدخل التكنولوجيا في كرة القدم حتى يعني تقلل الأخطاء. وبدأ العمل على الفار، تم تطبيقه حتى نختصر، تم تطبيقه الفار رسميا في كأس القارات 2017، وتم اعتماده رسميا من طرف مجلس الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي كان سابقا يسمى بالمكتب التنفيذي في 2018، أصبح قانون من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم اعتماده رسميا الفار في مونديال روسيا 2018. وبالتالي الفار جاء من أجل القضاء على الأخطاء التقديرية للحكام. ما حدث في مباراة الجزائر، حتى لو كان هناك خطأ تقديري، من المفروض الفار الموجود هو ليصحح هذه الأخطاء التقديرية. وبالتالي الناس اللي يقارن يقول لم يتم العودة، أو يعني فرنسا تأهلت ظلما على حساب أيرلندا، وأيضا نسترد مثلا هدف مارادونا في مونديال مكسيكو عام 86، هدف باليد غير صحيح، لو كان الفار أكيد سوف يلغى. سوف نتذكر أيضا هدف منتخب إيطاليا في شباك كوريا الجنوبية في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بالتحديد في الدور الثمن النهائي، وألغي هدف صحيح للمنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي، وبالتالي بعد ذلك تأهلت كوريا الجنوبية على حساب إيطاليا، ونصل إلى هدف لقتلك فرانك لامبارد. وبالتالي هذه الأهداف وهذه الكوارث وصفت كوارث تحكيمية. الفار بالمفروض جاء لتصحيح هذه الاختلالات. حتى هذه اللحظة يعني قبل 2018 الفار لم يكن موجود، وبالتالي الأخطاء التي حدثت خلاص مسحوا الموس كما نقول في الأخطاء التقديرية للحكام، وحكام هناك أبعدوا وعوقبوا، ولكن الفرق ظلمت وانتهى الأمر. الآن طالما موجود الفار من المفروض يعني الأخطاء هذه ما تكونش، ولكن احنا في مباراة الجزائر لو تعلق الأمر بضرب الجزاء لم يذهب إليه الحكم، أو هدف مشكوك في أمره ولم يذهب إليه الحكم وانتهى الأمر، كان الأمر يمر بسهولة. ليس لأننا كجزائريين نحب المنتخب وكنا نسعى ويعني نطمح وكنا واثقين جدا بأن المنتخب يستحق التأهل إلى مونديال قطر، المباراة أصبحت فضيحة، لأن على الأقل من وجهة نظري وحسب المتابعين الذين حللوا المباراة، ثلاث ضربات جزاء لم تعلن للمنتخب الجزائري، والغريب أنه لم يذهب حتى للفار للتأكد منها من وجودها أو عدم وجودها. هدف غير صحيح للمنتخب الكاميروني احتسب، وهدف صحيح لسليماني لم يحتسب. بالتالي أخطاء بالجملة كارثية أخرجت المباراة عن الأخطاء التقديرية، أو ما يسمى ممكن يعني أمور تحدث في كرة القدم، وأصبحت فضيحة تحكيمية على العلن مقصودة من وجهة نظري. ولا بد من فتح تحقيق، وعلى الفيفا أن تحمي كرة القدم أول شيء من هذه الفضائح اللي جات بهذا الفار من أجل تصحيح هذه الاختلالات. إذا الفيفا لم تتخذ قرار في صالح لعبة كرة القدم أول شيء، يعني ما فائدة الفار اللي صرفت عليه أموال طائلة ودراسات منذ 2010 وهم يجربوا كذا وكذا إلى غاية ما اعتماده 2018. وبالتالي أنا نقول ما زال إذا طالما الفار ما زال تحت سلطة الحكم الرئيسي في للميدان، لا معنى للفار. ومن وجهة نظري وسنتحدث في هذا لاحقا، الفار بسبب فضيحة المنتخب الجزائري مع الكاميرون أعتقد بأنه يعني حتى إذا لم يتم إنصاف الجزائر في موضوع إعادة مباراة أو تأهل المنتخب، سوف يتم تغيير قوانين في الفار، وسيتم اعتبار أن قرارات الفار ملزمة على الحكم في الميدان. يعني عكس ما هو موجود حاليا. مثلا الآن لو الفار يقول للحكم الهدف غير صحيح، والحكم في الرئيسي يقول خلاص يعني كما نقولوا يطنش ويبقى يعتمد الهدف ويقرر الهدف يحتسب، حتى لو أنه الفار يقول له غير صحيح. يعني حتى الآن سلطة الحكم هي أقوى من سلطة الفار. أكيد بأن بعد هذه الحادثة مجيد هنا اسمح لي، سلطة الحكم احنا عارفين أن سلطة الحكم هي السلطة الأقوى، لكن هل من سلطات الحكم أنه يرفض في حالة واضح أنه فيها شك في الموضوع أنه يلجأ إلى الفار، رغم أنه الحكام الفار يقولوا له تعال وشوف الـ 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 يعني اللقطة تأكد منها؟ بالضبط بالضبط، هنا بيت القصيد، وهنا الخلل الموجود في الفيفا،
وهذه النقطة اللي ربما أنا من وجهة نظر الاتحاد الجزائري لو يعمل ملف كبير ويتابع القضية حتى لو يصدر القرار في يوم 21 ويقول مثلا برفض الملف، هناك أيضا هذا أمام لجنة الانضباط، هناك أيضا لجنة الطعن يسموها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممكن الاتحاد الجزائري يذهب إلى لجنة الطعن وبعد ذلك إلى الطاس وهي محكمة التحكيم الرياضي في لوزان أيضا. وبالتالي لابد على هذه الجزئية إذا كانت هناك محامين يعني يتقنون اللعبة سوف يتمكنون من الذهاب بهذا الملف إلى أبعد نقطة ممكنة. وبالتالي هذا الخلل الموجود، لماذا لم يذهب الحكم إلى الفار على الأقل للتأكد ولو شكليا، وبعدين يسيد يشوف اللي مثلا حكام فار قالوا له باللي هدف الكاميرون غير صحيح وهو شاف ذلك ورجع للميدان وقال أنا نحسب الهدف. إحنا القانون يحميه، ولكن لأنه رفض الذهاب تماما إلى الفار هنا يبدأ الشك، وهنا على الفيفا أن تتدخل وتفتح تحقيق جدي لماذا الحكام يرفضون ذهاب للفار. ذكروا أنه طيلة مدة المقابلة استخدم الفار مرة واحدة وذلك لإلغاء هدف شرعي لإلغاء هدف شرعي، ولما عملوا له ريفيو جول قالوا له بلي جول يعني في شو اسمه. وبعد الناس اللي الخبراء التحكيم اللي علقوا على اللقطه يقولوا بان مثلا الكره تاع سليماني سبقت بالراس قبل ما تنزل شوي لليد ومشعر، المهم الكل اجمع بان الهدف صحيح لسليماني. على الاقل الحكم حتى لو كان نزيه من وجهه نظري كان يذهب للفار في كل الأحداث اللي صارت وبعدين يقرر يا سيدي يحسب هدف الكامرون، يلغي هدف سليماني، لا يحتسب ركلة الجزاء صحيحة لبليلي لسليماني وليوسف عطال ما جابهاش حتى للأسف التلفزيون الجزائري كانت واضحة، ولكن كانت هناك عرقلة واضحة من المدافع رقم 3 الكامرون على المدافع الجزائري يوسف عطال داخل منطقة 18، وبالتالي 3 ركلات جزاء واضحة بالإضافة إلى الكرة الساقطة اللي لمست أحد مدافعين تاع الكامرون. وهناك أيضا البعض يقول بأن الكرة يد لاصقة في الجسم بالنسبة للمدافع، والبعض يقول بأن يده كانت بعيدة عن الجسم وبالتالي احتمال الحكم كان بإمكانه يحسب أيضا ركلة الجزاء. أقول بأن الحكم يعني أقحم نفسه في هذه الإشكالية الكبيرة لأنه رفض الذهاب إلى الفار إلا مرة واحدة، وهذا ما يثير التساؤل، وهنا كلمة السر، وهنا هذه هي النقطة اللي لازم نركز عليها نحن كجزائري من أجل بصيص الأمل اللي موجود. لسنا نبيع الوهم كما يقول البعض، والبعض حتى نقول منتشين بعدم تأهل المنتخب، نقولها بصراحة وللأسف من خلال تعليقاتهم. إذا عندك مشكل مع المدرب جمال بلماضي في ندوة صحفية يا أخي خليه مشكل، هذا منتخب وطني، إذا قالوا لنا باللي 1% عندنا حضور أنا نمشي على هذا الأمل 1% ونقاتل عليه إلى آخر لحظة، أصدق مرحبا ما صدقش ما خسرنا ولا شيء، المهم وصلنا كلمتنا للفيفا أمام الرأي الدولي العالمي حتى على الأقل لا نظلم لاحقا. ولا نذكروا جمال بلماضي منذ مباراة زامبيا هناك في 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 في, في, في تصفيات إفريقيا في زامبيا تعادل 3-3 هو يشتكي من الحكام وحذروه مدرب المنتخب السنغالي لأنه صديق يعني كبير لجمال بلماضي، قال له لو كان تبقى تنتقد في الحكام سيدمرونك ويدمرون المنتخب. هذه كمعلومة نقولها لك على المباشر وعرفها يعني، وجمال بلماضي لو سألوه أكد لكم بذلك، وبدليل أنه جمال بلماضي أصبح في, 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 في الآونة الأخيرة يرفض التعليق على قرارات الحكام، وحتى إذا علق يعلق بطريقة غير مباشرة، يقول شوفوا احميونا الاتحاد الدولة كذا كذا، وبالتالي الفريقة تنتقدهم يشحنوا عليك بالمختصر وبالدرجة نقولها يعني بشكل واضح. عموما أنا بالنسبة يعني لي شوف حتى نختصر الموضوع، يعني السؤال بسيط، لو كان مثلا حادثة تيري أونري لو كان فيها الفار كان ممكن نتيجة المقابلة تكون غير؟ طبعا لو كان الفار الهدف لن يحتسب يعني الناس اللي هم يقولوا تيري أونري ماركها بيده وما صار والو هم غلطين في حسابهم. هذا جهل بالنسبة لي، وخاصة لأنه يخلطون أشياء بقوانين لم تكن موجودة أصلا. وأنا كما ذكرت بأن هذا الفار جاء
من أجل تصحيح هذه الاختلالات وتقليل. هو لم يقضي، الفيفا تقول بأنه لن يقضي على الأخطاء 100%، ولكن على الأقل تصبح مثلا يقضي على الأخطاء بنسبة 98% إلى 99%. الفار لم يقضي إلى الآن على الأخطاء، وشاهدنا أخطاء عديدة فادحة حدثت ويعني أفضعها ما حدث لمنتخبنا الوطني أمام الكاميرون في ملعب البوليدة. وبالتالي ليقولوا الفار لو كان جاء الفار موجود هدف مارادونا 86 لا يحتسب في شباك إنجلترا، لو كان الفار هدف تيري أونري في شباك إيرلندا لا يحتسب إيرلندا للتأهل وليس فرنسا، لو كان الفار إيطاليا هدف توماسي ذكر لاعب يسجله كان يحتسب هدف ذهبي في 2002، كان هناك نظام أو قاعدة الهدف الذهبي تطبق، وبالتالي كان إيطاليا هي التي تتأهل على حساب البلاد المستضيف كوريا الجنوبية اللي وصلت بعد ذلك إلى الدور نصف النهائي. لو كان الفار احتسب كان هدف لومبارد صحيح في مونديال جنوب أفريقيا 2010 كان يحتسب أمام ألمانيا، وربما لا تخسر إنجلترا بعدما تقدمت في النتيجة 2-1 لا تخسر 4-1. وحينها قلت بأن بلاتر دق ناقوس الخطر وقال التكنولوجيا ضرورية في كرة القدم، وجاء الفار من أجل تصحيح أشياء كثيرة. وشاهدنا الفار عندما تدخل في الكثير من الأشياء، آخرها مثلا في المباريات الأخيرة في مباراة ريال مدريد وتشيلسي عندما تدخل الفار وألغى الهدف الثالث لتشيلسي وكان قرار صحيح. وبالتالي الفار جاء من أجل يعني تدعيم المسار الصحيح للتحكيم من أجل إنصاف الجميع، كل واحد يأخذ حقه، والأخطاء تبقى واردة ولكن لا تكون بطريقة خبيثة ومبية مثل ما فعله الحكم الجامبي بكاري قسم. وهنا أنا أضيف لكلامك مجيد، أضيف لكلامك فيما يخص التكالب على جمال بالماضي وعلى المنتخب الجزائري بعد الإقصاء هذا. وكثير من الناس كانوا يهاجموا أداء المنتخب الوطني رغم أنه كل إحصاءات المباراة تشير إلى تفوق المنتخب الوطني، سواء من حيث التسديدات سواء من حيث الاستحواذ على الكرة، كل المؤشرات اللي كانت. ربما إحنا نقدر نلوم على آخر دقيقتين كان ممكن يكون فيه نوع من الاستماتة أكثر، وهذا الشيء يعني أكيد صحيح. شوف لو نفتح كلمة لو هنا سيسكن تفاصيل الشيطان في هذه التفاصيل الصغيرة. تصور لو صمد المنتخب الجزائري في العشر ثواني الأخيرة وتأهلنا، لا أحد سوف كان سيتحدث عن أننا المنتخب فقط تركيز، أو أن بالماضي لماذا اعتمد نفس تشكيل خطة الذهاب وكان من المفروض يلعب بخطة 4-4-2 ويفوز. لا أحد كان سوف يتحدث عن إقحام عطال على الجهة اليسرى وهو أصلا مدافع أيمن، وبالتالي هذه كل الأمور ما كان سيتحدث عنها أي واحد، سيتغنون بالإنجاز وسيقولون بأن بالماضي هو وزير السعادة و كما كان يوسف من قبل. بالماضي أخطأ لا شك، بالماضي لابد أن ينتقد. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.